السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فاطمة سيميليتر. فكرة المقطع إنه كيف تكتبون باللغة العربية في ساكورا سكول من دون تقطيع كلمات مثل الصورة الظاهرة أمامكم. طبعا هذا الشرح كثير ناس طلبوا مني أسويه، ما بطول عليكم، خليكم مع الشرح. ندخل على متجر بلاي ونكتب في البحث حل مشكلة للحروف المقطعة. راح يظهر لكم التطبيق. أول شيء راح يظهر لكم هذه الواجهة، نضغط تخطي، بعدها نضغط تحت الزائد، راح يظهر لكم هذه الواجهة، تكتبون أي شيء يعجبكم. بعدها ندخل على ساكورا سكول ونضغط على كلمة منيو، نضغط شير ايديت، نضغط على انتر تكست، نلصق الكلمة اللي نسختها، نضغط سيف تكست. وبس، هذا كان مقطع اليوم. سلام.